جيد أيها العفريت، يجب أن تصنع لي 100 مطرقة. ولكن يا مولاتي لا يمكن أن يكون هناك أكثر من واحدة. حسنا، إذا أريد واحدة. أقصد أنه لا يمكن أن تكون هناك غير المطرقة التي صنعتها. لقد أمضيت 20 عاما وأنا أعمل عليها، وصنع أخرى يتطلب 20 عاما. ماذا قلت؟ 20 عاما؟ لا أستطيع الانتظار كل هذه السنين. أوه، ما مشكلة، كل ما علي فعله هو انتظار الصبي ليحضر المطرقة. سنحصل عندئذ على الصبي والسلاح، يقولون أنه قوي جدا وسيكون عبدا جيدا. لا، ليس هذا الصبي، إنه يملك سحرا بشريا وبإمكانه أن يدمرنا. سحر بشري؟ له أسماء مختلفة، الحب، العطف، المشاعر، سمي ما شئت، ولكنهم يملكونه جميعا، وهو يعطيهم القوة ويوحدهم، وسحر هذا الصبي قوي جدا، لذلك يجب تدميره. لا تقلقي، سأهتم بالأمر.